بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا مشجع برشلونه، واغلب اللي عندي هنا في القناه عارفين ان انا مشجع برشلونه. كنت باخد الاخبار اللي جايه على برشلونه على قلبي وعصبيه وانتماء وحب للنادي وحب للكيان، بس بصراحه قررت ان انا افضي دماغي، قررت ان انا اريح دماغي شويه من كل الوش والهواجس اللي موجوده عند الواحد دي، وابقى فرحان كده ومبسوط ان اخيرا الامبراطور ميسي قرر ان هو يجدد معانا، وقرر ان هو يتنازل عن 50% من الراتب بتاعه في مقابل استمراره ببرشلونه بعد طويل الامد. ودي كانت مشكله ميسي في التفاوض مع باريس سان جيرمان، ومشكلته في التفاوض مع مانشستر سيتي، وهي العقد طويل الامد، لان ميسي عايز يكمل في التوب ليفل اللي هو موجود فيه لحد ما يبطل كوره. فالانديه اللي كانت بتتكلم معاه سواء باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي كان عندهم مشكله في العقد طويل الامد مع الاموال اللي ميسي يتقاضاها. مين بقى اللي ممكن يوافق على العقد طويل الامد مع اموال ميسي هياخدها بس مع تخفيض نسبة منها؟ برشلونة. ليه؟ لان احنا عندنا رئيس مهووس بفكرة من 5 كلمات بس، الرئيس الذي تخلى عن ليونيل ميسي، او الرئيس الذي تخلى عن ميسي عشان يبقى خاطر 5 كلمات اهو عزيزي. فلابورت في مقابل 5 كلمات دول مستعد ان هو يدبر اقتصاد النادي، ومستعد ان هو يفشخ النادي ويخلي الرابطة بتاع الدوري الاسباني تقول له ثواني بس، انت كده ممكن تتخطى حواجز الرواتب عندنا هنا في الدوري الاسباني، ما انت بتتكلم في ايه؟ ازاي تجدد لميسي بالرقم اللي انت بتتكلم فيه ده؟ علشان كده ظهرت بعدها فكره ان ميسي قرر يتخلى عن 50% من الراتب بتاعه علشان خاطر العقد يتم توثيقه وتفعيله ونخلص الموضوع، وبعيدا عن الرابطه والكلام ده، هندي لميسي الفلوس اللي هو هيتخلى عنها تحت بند الولاء والوفاء. والكلام ده كان بيتكلم فيه بارتيمو قبل لابورت، بس لابورت هيجي يدوا الفلوس دي. يعني ميسي عزيزي مش هيطلع متخلى عن اي فلوس خالص، في المقابل ان انت هتعمل على طويل امد لعيب عنده 34 سنه امبراطور واسطوره وايكون عمره ما هيكرر، تمام، بس ميسي بيكبر واحنا عندنا مشكله ماليه، وانا معلش بحب النادي اكتر من ميسي، وشايف ان النادي بيتدمر والنادي بيفلس بالعقد اللي بيعمله السيد خوان لابورتا مع ليونيل ميسي. بس انا زي ما قلت لك، الخمس كلمات اللي لابورتا ممكن يدمر عليهم النادي هما التخلي عن ليونيل ميسي والراجل اللي يكون هو الرئيس الذي تخلى عن ميسي. في المقابل يقعد يدور مين بياخد فلوس كتير في الفريق. عثمان ديمبلي محدش هيرضى يتعاقد معاه لانه بيتعور اكتر ما بياخد فلوس، وده لعيب ما يشربوش غير واحد اهبل ما يفهمش حاجه في عالم كره القدم زي بارتينو. فمعلش الانديه اللي هتتكلم معاك على عثمان ديمبلي هتنزل الراتب بتاعه، وهتنزل كمان فلوس التعاقد بتاعتك، انت هتقول عادي فلوس التعاقد بتاعتك يلا خوف ده، بس هو مش هيوافق عشان خاطر الراتب بتاعه، هيلعب معاك نفس لعبه جارس بيلا مع فلنتينو بريس، فهتلاقي نفسك لابس في الحيط. طب مين كمان؟ امتيتي برضه عنده نفس المشكله دي. طب كوتينيو برضه عنده نفس المشكله، اللي انا بتدي له راتب محدش هيقدر ان هو يتحمله ككوتينيو بمستواه الحالي، حتى بايرن ميونخ لما كان ياخده منك كنت انت اللي بتدفع له الراتب. طيب هنعمل ايه بقى؟ جريزمان، نمشي جريزمان، يلا يا عم خليه يغرب ام التوكه بتاعته دي، وديه اي حته اي حته، هرجعه اتلتيكو مدريد. لا الا اتلتيكو مدريد، لان اتلتيكو نصب عليا 120 مليون فما ينفعش ان انا ارجعه له بعد سنه، ما ينفعش معلش سنه او اتنين ما ينفعش، هوديه له يا جماعه وهجيب ساول. ايه ده انت مش بتعمل كده صفقه ارسور تاني هو وبيانتش؟ بس المره دي بالعكس، وده هيفشل وده هيفشل. لا يا جماعه ساول ده فيه الدي ان ايه بتاع برشلونه، ده فالفيردي كان بيقول عليه فيه الدي ان ايه بتاع برشلونه، اللي هو ساول ودي ان ده بقى له سنتين مش شايف قدامه. عاد يا جماعه مش مهم، احنا نجيب ساول. خلاص جبنا ساول، ساول قعد مع الاداره قال لهم انا عايز فلوس كتير وعايز على طول الامد. هناك عند سيمون اهو انت تستاهل الطرد زي ما سيمون عايز يطردك، يلا يلا هناك، يلا يلا هناك، يلا انا ناقصه جنان هي. سيمون قال لهم بصوا الواد الرينلودي ده شغال، وانتوا عندكم مشكله في ناحيه الباك الشمال، وتاخدوا كمان هرموسو، وممكن تاخدوا الاثنين وتدونا انطوان جريزمان، بس في مقابل ان احنا مش هندفع جنيه. قالوا قشطه تمام جدا، بس هم بس اللي يوافقوا والموضوع يمشي على خير. ايه ده يعني ساقول بخ؟ الحمد لله رب العالمين ساقول بخ. بس المشكله بقى ان الاعلام الاسباني والوكلاء عايزين يلبسونا سوق العافيه، اللي هو زي سانشو كده في مانشستر يونايتد، ده انجليزي لازم تلبسوه، ده اسباني وفي دي ان ايه خدوه، اللي هو يا عم خدوه مين؟ خد ربنا يا عم، اخد نايل بيه ايه؟ مش كفايه الضحك اللي موجوده عندي في النادي. فاخبار كتير بصراحه بتجيب التعاسه للواحد، بس الحمد لله زي ما قلت لك من اول الفيديو انا قررت ان انا افضي دماغي، لا اقعد بقى اركز ان ميسي بيشتغلنا وان ميسي بعد عقد باريس مطار وعقد مانشستر سيتي مطار جه يجدد معانا علشان خاطر حرفيا مفيش غيركم، وكمان قرر ان هو يشتغلنا وبارتيمو طالع يشتغلنا ويقول لك تضحيه وميسي قرر التضحيه وكلهم بيشتغلوني، بس بمزاجي بتفرق يا عزيزي، بيشتغلوك بس بمزاجك، وتقعد ما يشتغلوك كده تقول لهم والله الاسطوره بتاعكم بتاع كريستيانو والكلام الفاضي ده باعكوا علشان خاطر 5 مليون، انما انا ميسي متخلى عن 50% من العقد، هياخدهم من الناحيه الثانيه، بس مش مشكلتي بقى يا عزيزي، الولاء والانتماء غير اللعيب اللي بياخدك عشان خاطر الفلوس. الكلام على برشلونه بيحرق الدم صح؟
كفايه كفايه والنبي كده كفايه بس عشان والله انا قربت خلاص ان انا اتقيأ وانا بتكلم في الفيديو. فمعلش يعني لو انت كمان قربت تتقيأ فاعمل فيديو وفاعمل لايك او سبسكرايب او اعمل ديسلايك حتى لو ما عجبكش. انا زهقت من ام النادي الهام ده.